نظن كانت مقابلة في المستوى، كان دربي، كانت صعيبة رغم النتيجة عريضة لكن كانت صعبة الحقيقة. نتكلم على فريقي ما قصروش، الأولاد كانوا جديين جدا تطبيقيين ويعني متعونا بالكرة في أبرز مراحل المباراة، يعطيهم الصحة. وهذا هو يعني مباراة في النتيجة عريضة لكن ما كانت سهلة في نفس الوقت. ربما لا أتفق معك، في الشوط الأول كانت هناك أخطاء دفاعية لكن ما مكناش الفريق الفتح باش نخلقوا فرص ونلعب لعبنا اللي معتادين به، وهذا يرجع يعني الفضل اللي هو والتنظيم من السيد سلامي. احنا من جانبنا يعني مفاتيح طريقة لعب الفتح، يعني خصوصا النناح ما خلينوش يلعب في هذاك الديكروشاج ديالو والامور هذيك، قرينا كل حساب ما لقاوش رواحهم من الناحيه هذه، ولكن هما زاد سكروا علينا المساحات، ولكن بعد ما قبلوا 2 أهداف حبوا يخرجوا ووقتها سهلت شويه الامور بالنسبه لنا. الجمهور بارك الله فيكم يعطيكم الصحه على المسانده هذه، كنا نتمناو يكون كل جماهير متواجده. احنا فرحانين اللي اهدينا لهم 3 نقاط، نحاولوا ديما نطوروا من الفريق باش نعطيو كره قدم ممتعه قدر الامكان، وبارك الله فيهم وان شاء الله نفرحوهم. فقط بالله كي يبدا شي لاعب عمل غلطه ولا حاجه ما يقساوش عليه، ما يسبوش فيه، يرفعوا له من معنوياته. كلهم اولادنا يحبوا يعملوا الخير، لكن ما فماش واحد هو انسان في الدنيا يغلط. خلي لاعب في كره قدم الضغط، وبارك الله فيهم عن المسانده الكبيره هذه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.